العدالة والفخر بالأمل مجدك نما باسم الفضيلة يا قطر حان الأوان نجم سوى ثمار العمل بعلمنا صرنا يشهد لنا صحرا وبحر هو يا ملل 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 هو يا صباحكم الله بكل خير وصحة وعافية مشاهدينا ومستمعينا الكرام. حلقة جديدة من برنامج صباح رباح نواكب فيها عدد من المواضيع والفعاليات المختلفة، والبداية مع أبرز العناوين. أهمية التمارين الرياضية وتأثيرها النفسي والجسدي. وإعادة التدوير استثمار واستدامة بيئية. وأيضا اليوم من ضمن فقراتنا راح تتابعون: فنان يحول رمال الشواطئ في هونغ كونغ إلى لوحات فنية. وكمامات بمروحة ومصفاة في معرض لاس فيغاس. من عناوين الحلقة نتعرف على سؤالنا التفاعل اليوم: كيف تشجع والديك على ممارسة الرياضة؟ راح نستعرض مشاركاتكم موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة ريان. أيضا تقدرون تتواصلون معنا لأي اقتراح أو استفسار، عندكم إيميل برنامج أو هاشتاج برنامج صباح رباح. أما الآن نتعرف على النشرة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة لليوم. وللمزيد عن حالة الطقس تنضم إلينا عبر الهاتف المتنبئ الجوي سارة عيسى من إدارة الأرصاد الجوية. صبحت الله بالخير، ولو تطلعينا على أحوال الطقس لليوم وبما أن الويكند جاي بعد الويكند. صباح النور يا هلا. بداية أنا صبح عليك أختي خلود على السادة المشاهدين.
شهدنا يوم أمس أجواء شتوية باردة مع الرياح الشمالية الغربية التي كانت معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على بعض المناطق على السواحل وداخل البحر. تتراوح درجات الحرارة حاليا ما بين 10 إلى 18 عقدة، وسجلت أدنى درجة حرارة هذا الصباح 9 درجة مئوية في سودانتل. أما الطقس اليوم معتدل نهارا مع بعض السحب وغبار مثار أحيانا، يصبح بارد نسبيا إلى بارد ليلا. يستمر التحذير بالرياح الشمالية الغربية القوية على السواحل وداخل البحر مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح على السواحل 26 عقدة و 35 عقدة داخل البحر. من المتوقع أيضا ارتفاع الموج يتراوح ما بين 4 إلى 8 أقدام، يرتفع إلى 12 قدم أحيانا، لذلك نرجو منكم أخذ الحيطة والحذر. أما عن درجات الحرارة اليوم في مدينة الدوحة، سجلت صباح اليوم 15 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 21 درجة مئوية. وعن حالة الطقس المتوقعة لعطلة نهاية الأسبوع، يستمر التحذير البحري حتى بداية يوم الجمعة. من المتوقع أن تقل سرعة الرياح تدريجيا وينخفض ارتفاع الموج بعد ذلك، ويصبح البحر مناسب لممارسة الأنشطة الرياضية. الأجواء معتدلة نهارا وباردة نسبيا إلى باردة ليلا، والرياح بشكل عام راح تكون شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة نهارا، والبحر خفيف إلى معتدل الموج، لكن من المتوقع بمشيئة الله أن تتهيئ الفرص لتشكل ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق خلال آخر الليل والصباح الباكر من يوم السبت، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية إلى 2 كيلومتر وانعدامها أحيانا، لذلك يرجى الحذر متابعة مستجدات الطقس عبر حساباتنا الرسمية، ويبقى العلم عند الله. مع تحيات إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني. سارة عيسى من إدارة الأرصاد الجوية، شكرا. أما الآن مشاهدينا ناخذكم في جولة مع الجرائد الصادرة صباح اليوم بصوت الزميل هاشم سالم. نبدأ الجولة من صحيفة الراية. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتلقى اتصالا هاتفيا مساء أمس من أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. مجلس الوزراء يقر حزمة تدابير احترازية للحد من انتشار كورونا، يبدأ العمل بها اعتبارا من السبت وحتى إشعار آخر. الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لكوفيد 19: لم نصل ذروة الموجة الثالثة وعلينا الاستعداد لموجات مستقبلية. وزارة الصحة تعلن عن افتتاح مركز لوسيل لفحص كوفيد 19 في المركبة. ننتقل إلى صحيفة لوسيل. وزارة العمل تطلق حملة لمراقبة الالتزام بحماية العمال من كورونا. وزارة البلدية تواصل حملات تعقيم وتطهير للشوارع الرئيسية والمنشآت الحيوية. وزارة الصحة تحدث قوائم الدول حسب خطورة كوفيد 19. القطرية للشحن الجوي تحصل على شهادة اعتماد في نقل الحيوانات الحية. ننتقل إلى صحيفة العرب. مكتبة جامعة قطر تجري مقابلات ثرية في التأريخ الشفوي. المشروع يوثق الذاكرة الوطنية ويوفر دراسات تخدم الباحثين. فتيات الدانا يتعرفن على لكل ربيع زهرة بمقره في منطقة راس مطبخ بالخور.
مركز آل حنزاب للقرآن الكريم وعلومه يطلق مسابقة بلسان عربي مبين. المسابقة تهدف إلى تحفيز النشأ على إتقان لغة الضاد. وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استمرار التعلم عن بعد لطلاب المدارس ورياض الأطفال حتى 27 من يناير. ننتقل إلى صحيفة الشرق. تعاون بين مؤسسة قطر ومركز ليميلسون وكونوكو فيليبس قطر لتعزيز مشاركة الشباب في أنشطة كأس العالم. مجلس إدارة جمعية المحامين القطري المؤقت الأحد بدء الترشح لانتخابات جمعية المحامين. مركز نوماس التابع لوزارة الثقافة يواصل تعزيز التراث والهوية لدى النشأ. الفنانة التشكيلية عبير الكواري إعادة صياغة ترجمة لقصة فيسيجرا. ونختتم جولتنا بصحيفة الوطن. المدير العام لوكالة الأنباء القطرية يونا يوثق العلاقات الإعلامية بين الدول الأعضاء. الدكتور محمد العامري رئيس قسم الأطفال ومدير طوارئ الأطفال في مؤسسة حمد الطبية، عدد المراجعين لمراكز طوارئ الأطفال في العام الماضي 2021 وصل إلى 500,000 مراجع. جامعة قطر تعلن عن بدء الدراسة حضورياً الأحد المقبل للفصل الدراسي ربيع 2022. تأهل 20 صقاراً في الدعو المحلي لفئتي قرناص حر وفرخ حر ضمن منافسات مرمي. ومن الأخبار المحلية إلى أخبار العالم، وفي سابقة من نوعها نجح علماء في تسجيل مقطع مصور لتكون الموج داخل إعصار من الدرجة الرابعة بفضل ريبوت عائم، وقد واجه ريبوت الإعصار العاتي سام في المحيط الأطلسي مع أمواج بعلو 15 مترا وسرعة فاقت 190 كيلومتر في الساعة. وإلى خبر آخر أيضا حول العالم، حيث يحفل معرض لاس فيغاس للإلكترونيات بمجموعة واسعة من الابتكارات والتقنيات المتطورة لمكافحة فيروس كورونا. للمزيد من التفاصيل في هذا التقرير. يحفل معرض لاس فيغاس للإلكترونيات الذي يفتتح الأربعاء بمجموعة واسعة من الابتكارات تسنى الاطلاع عليها في عرض تمهيدي نظم الاثنين، وبينها روبوتات ظريفة وتقنيات متطورة لمكافحة فيروس كورونا ومكبرات صوت ومصابيح وفراش أسنان وعدد كبير من الأجهزة الكهربائية والأجهزة الذاتية التحكم. وسيكون عدد العارضين والمشاركين في كونسيومر إلكترونيك شو أقل مما كان متوقعا نظرا إلى إلغاء الكثير من الشركات حضورها بسبب انتشار المتحورات أوميكرون. إنها أداة ممتازة لمكافحة أزمة كوفيد-19، لأن الشخص لن يحتاج إلى تلقي جرعات رابعة وخامسة وسادسة من اللقاح، وسيحمي نفسه من متحورات الفيروس كلها ومن الفيروسات الجديدة المستقبلية. وأحضرت الشركة الفرنسية الناشئة إيركسون من ليون نموذجا من كمامتها التي تحمي من التلوث والبكتيريا والفيروسات بما في ذلك سارس كوف 2. وتذكر الكمامة البلاستيكية البيضاء التي تغطي الأنف والفم بجنود سلسلة أفلام حرب النجوم، وهي متصلة بجهاز يوضع على الحزام ويحتوي على مصفاة تتولى تدمير الجسيمات الدقيقة والمركبات العضوية المتطايرة، أي مسببات الأمراض أو الملوثات. إنها الكمامة الأكثر فعالية في العالم، فهي تحمي من جميع الفيروسات والبكتيريا والجسيمات النانوية والدقيقة. وتحل تقنية الذكاء الاصطناعي مكان المقود والبشر في سيارات الفورمولا 1 التي ستتنافس الجمعة في سباق جديد من نوعه.
وستتنافس كل سيارتين على حلبة لاس فيغاس بسرعات تصل إلى 260 كيلومترا في الساعة. مذهل شلون الإنسان يقدر يتكيف مع الظروف ويخلق أشياء أو يصنع أشياء عشان تساعده على الظروف اللي هو فيها، وهاي فعليا المفروض كلنا احنا نسويه ونتفاعل دائما ونتكيف مع الأشياء اللي حولنا. إلى موضوع آخر أيضا حول العالم، فنان في هونغ كونغ يحول شواطئ المدينة إلى أعمال فنية ضخمة، خلينا نتابع.潮漲是蓋上去的，我不得不說，因為這是大自然的一部分，畫完潮漲潮退，是自然的東西。有些動物、牛那些是開心的，你看到動物走來走去，看到它走進入你的作品裡面是開心的。 大家會覺得原來睇完之後，哇！香港咁靚嘅沙灘，有啲人係可以咁講，即係未嚟過。其實香港好多好近嘅地方，好自然環境可以欣賞到咯。呢啲地方一發展咗，其實唔係唔同樣嘅其實。 دائما أقول إن الفنانين وايد غريبين. فاصل مشاهدينا، نستكمل معاكم باقي فقراتنا، لا تروحون بعيد. العسل الطبيعي هو الطعام الوحيد الذي لا يفسد ولا يتعفن مهما طال به الزمن، لأن فيه مادة مضادة للتعفن، بالإضافة إلى نسبة المياه القليلة فيه واحتوائها على بيروكسيد الهيدروجين. فيكم جديد مشاهدينا ومستمعينا، ما زلنا معاكم في برنامج الصباح رباح، وفي هذا التقرير راح نروح الى العالم، عالم الفن التشكيلي في قطر، خلينا نتابع. ظهر الفن التشكيلي في قطر منذ عشرات السنين وتطور بشكل مذهل عبر هذه السنوات. برز العديد من الفنانين القطريين الذين يعبرون عما يدور في دواخلهم بفرشاة الرسم. تأثر هؤلاء الفنانون بالبيئة القطرية وبماضي الأجداد بشكل خاص،
أجمل الأعمال التي تحكي القصص التراثية وتعبر عن حنينها إلى الماضي الجميل. هذه اللوحات نقلت لنا مشاهد رائعة تغني عن الكلمات. اهتمت دولة قطر بالفن من خلال مراكزها المتعددة وتشجيع المواهب، فكان الناتج رائعاً بما قدمه الفنانون التشكيليون على المستويين المحلي والعالمي. ونبقى معكم مع الفن، وحيث كرم سعادة الشيخ عبد العزيز بن ثاني آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام المتسابقين بجائزة العدسة الذهبية، والتي أقيمت ضمن منافسات اشترك فيها 15 مصور فوتوغرافي. فاز فيها المركز الثالث السيدة ريم البدر مصورة فوتوغرافية، يسعدنا استضافتها عبر الهاتف. صبحت الله بالخير ريم، مبارك لك الفوز. صبحك الله بالنور والسرور، والله يبارك بعمركم ان شاء الله حبيبتي. يا هلا والله ريم، يعني ريم متعودين عليك هني صراحه انت من هل البيت. اوصفي لنا مشاعرك. انا مشتاقه حق شوفتكم والله حبيبتي اكثر. قولي لنا شنو مشاعرك اول ما قالت انك فزتي؟ مشاعر الفوز كانت رهيبه صراحه، كانت مشاعر مختلطه بين مشاعر فرح ومشاعر فخر ومشاعر اعتزاز ان الحمد لله انا وصلت حق هالمرحله. يعني الفرح بالفوز ولله الحمد، ما توقعت في اليوم الاول لما دشيت المسابقه هذه ان انا اوصل لين المرحله الاخيره، فالحمد لله وصولي حق هالمرحله بنفسها فخر بالنسبه لي، بما اني انا كنت محصوره بمجال واحد الا وهو مجال تطوير المواليد والاطفال. بما أني كنت محصورة بعدستين أو ثلاث بالكثير، يعني أستخدم عدسة الـ 100 ولا الـ 50، فحتى العدسات اللي كنت أستخدمهم كانوا محصورين جدا لأن كنت أركز على شيء واحد، فإن أنا أوصل لين هالمستوى لين هالمرحلة الحمد لله، اللهم لك الحمد، وايد فخورة بالمستوى اللي وصلنا له الحمد لله. يعني مو بسيط 48 مصور معك ريم، شلون عدد البنات؟ كثر كان في بنات وكثر كان في شباب؟ هو احنا كنا في الحلقه الاولى 15 متسابق، فالبنات كانوا طبعا موجودين معي، كانت فاطمه العمادي، شلثم، هدى، اسمه عبد الله، بعد اثنين، يعني احنا كنا تقريبا 7 أو 8 بنات، والله ما اتذكر عددنا بالضبط، بس كنا مجموعه جميله من البنات وفي شباب كانوا معنا فمصورين، وكل واحد له مجاله المختلف، اللي تصور منتجات، واللي تصور اللي كانت تصور تصوير رياضي، واللي تصور مباني، يعني ما شاء الله كل واحدة لها تخصصها المختلف، وكلهم أثبتوا جدارتهم وفخورة كل واحدة أنا فيهم ما شاء الله عليهم، عشان ما تتوقع بعد كانت معنا. وايد حلو. طيب ريم، اسم المسابقة العدسة الذهبية، فكلمينا عنها، يعني شنو كان عندكم التارجت الهدف، شو الأشياء اللي كانت مطلوبة منكم، استمرت كم يوم؟ العدسة الذهبية هو برنامج تصوير فوتوغرافي متنوع، امسكوا فيه مجالات مختلفة وحطونا صراحة يعني تحت المجهر وحطونا يعني في التحدي. كانوا يقولون لنا قبلها بيوم بالليل حتى ما يمدينا ان احنا نروح ونشوف السايت او ان نطالع الاماكن العدلة فيه، ففي الليل اخر الليل يطرشون لنا مسج يقولون لنا ارجو التواجد غدا مثلا في الساعة الفلانية ظهرا مثلا، فكنا نروح هناك، وهناك احنا نعرف شنو نوع التحدي. في الحلقه الاولى كان نوع التحدي تصوير جماليات كثارة، فانا بالنسبه لي ان انا اروح اطلع جماليات كثارة، اوكي احنا نروح يوميا كثارة بشكل يعني دائم، بس ما قد فكرنا ان احنا نصور المباني اللي فيها ولا شيء. هاي ثانية ريم، تكفون رجعوا لي الصوره العين اللي فيها انعكاس. ريم كل هالصور انت اللي مصورتها؟ اي هذه الصور كلها انا صورتها خلال المسابقات كلها.
وتحديات صورة العين هذه. كان التحدي في مشارب، كان يتكلم عن تكفون رجعوا الصورة بليز شباب. طيب عقب من كان لجنة التقييم؟ على أي أساس مثلا قيموكم؟ لجنة التحكيم كانوا ثلاثة، هما أستاذ خليفة العبيدلي وأستاذة موضي بطبوة ودكتور فؤاد. فكل واحد له تخصص معين، يعني له مجال معين في التصوير، حب لأشياء معينة. فهما كانوا يعني كومبينيشن حلو، يعني خلطة حلوة جميلة حق التحكيم نفسه. يعني لأن إحنا حتى التصوير التجريدي كتحدي عطونا إياه، وإحنا ما كنا في حياتنا ما كنا مصورين شيء تجريدي. يعني بالنسبة لي لما قالوا لي تجريدي قمت أتلفت إنه شنو تجريدي يعني. حلو إن الواحد يتحدى نفسه. فمعناته في هالتجربة أنت اكتشفتي نفسك. وايد اكتشفت نفسي، واكتشفت إن أنا الحمد لله قادرة إني أنا أسوي أشياء. يعني لما أحياناً إحنا نكون حاطين نفسنا في صندوق معين وقاعدين نشتغل فيه، حلو إن إحنا نطالع خارج الصندوق، إن إحنا نفكر بأشياء ثانية غير عن مجالاتنا. لما نجربهم راح نحصل إن إحنا ممكن نبدع فيهم بعد. فليش إحنا حاكرين نفسنا في مجال واحد؟ صح. طيب هل مثلاً ريم هذه الصورة يا الله إيش قد يعني جميلة وفيها عمق، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قاعد تشوفون معانا مشاهدينا. طيب ريم زملائك يعني أكيد دائماً بما أنها تجربة جديدة لك اختلطتي بغيرك، يعني الواحد لا شعورياً يصير ممكن يأخذ من اللي حوله. فأنت الأشخاص اللي كانوا معك شنو استفدتي منهم؟ الأشخاص اللي كانوا معي كانوا أساتذة في التصوير، كل واحد فيهم كان ما شاء الله يقول الزود عندي. كل واحد عشان كذي طلعوا أحسن ما عندك. بالضبط. فأنتي لما تيجين تتكلمين وعادي، بالعكس ما شاء الله الكل يساعد الثاني، ما حد يقول لا الفوز لي أنا وما راح أتكلم وما راح أشارك المعلومات. كلنا كفريق واحد، فضلنا إحنا نتحدى بعض، بس الكل يشارك بعض خبراته ومجالاته. فلما أسأل مثلا شخص متخصص بالتصوير الرياضي شنو هي النقاط اللي تعطيني إياها، بيقول لي 1 2 3. يعني هو يمكن حوار مدته ثواني بسيطة، بس تكتسبين منه معلومات تكفيك حق العمر كله. ريم، كل المتسابقين ما شاء الله كانوا فنانين ومبدعين. ريم، هل تؤمنين أن الصور تحتفظ بهالمشاعر والذكريات وأنها فعليا قد تصل للي يشوفها؟ نعم وبشدة، لأن الصور تبقى للأبد. الصورة مش مجرد صورة جامدة، الصورة تحمل مشاعر. مجرد أن ما الشخص يطالع الصورة نفسها تيلة أحاسيس ومشاعر ممكن تراجع حق 10 سنين أو 20 سنة قبل، ممكن تودي عالم ثاني. يعني حتى التصوير التجريدي لما الشخص يطالعه تعتمد على نظرته أهو شنو يشوف هاي الشيء، لأن إحنا شلنا الحياة من الشيء نفسه، فتخليه طالع أبعاد وأفاق ثانية. الصورة لها روح، الصورة لها رونق، الصورة لها ذكريات تبقى للأبد. طيب ريم، هل بما أن الحين دائما الجواويل عندنا في يدنا، هل فعليا تشوفين أنه ممكن مع تطور التليفونات وكاميرات التليفونات أن نستغني عن الكاميرات العادية أو لا؟ تستغنين عن الكاميرات على حسب. أنا بالنسبة لي لما أفكر مثلا أني أطبع صور تبقى عندي للأبد وممكن أكبرها بأحجام، مثلا خلينا نقول أبي أسويها بكبر طوفة كاملة، هني أنا ما أقدر أستغني عن الكاميرا، لأن الكواليتي راح يفرق معي، البيكسلز راح تفرق معي. بس لما أنا راح أصور ذكريات يومية، راح أسوي لي ألبومات بشكل دائم، ذكريات الأطفال، ذكريات اللي حواليني، فهذه ممكن الجوال أحيانا يغنيني في معظم الوقت بس مش طول الوقت. صح. شكرا ريم على هذا الحديث الجميل الأمانة، ونرجع مبارك لك واستمر إن شاء الله. الاستضافة جزاكم الله خير وما قصرتوا، أسعدتونا. واجبنا ريم. ومشاهدينا إلى موضوع آخر، حيث طورت مؤسسة منصة قطر منصة مبتكرة لإدارة النفايات عبر التجارة الرقمية التي تهدف للحد من النفايات والتلوث. المزيد في هذا التقرير. طورت مؤسسة قطر منصة مبتكرة لإدارة النفايات عبر التجارة الرقمية التي تهدف للحد من النفايات والتلوث
وتعزيز إعادة تدوير النفايات كجزء من مفهوم الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال إعادة تصنيعها واستخدامها بدلاً من التخلص منها، وفتح الباب أمام المستخدمين للمساهمة في الحد من الآثار السلبية على البيئة. وتعمل كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة على تطوير تطبيق للهواتف الذكية أطلقوا عليه اسم كيوكونز، بهدف تسهيل إعادة تدوير النفايات من خلال التجارة الرقمية. ويقدم التطبيق عائداً اقتصادياً للمساهمين على شكل مكافآت، وبذلك يوفر التطبيق حافزاً إضافياً يشجعهم على التخلص من نفاياتهم دون عناء من خلال وضعها في صناديق خاصة سيجري توفيرها في جميع أنحاء المدينة التعليمية. أما الآن مشاهدينا نترككم مع بعض القرارات اللي حدثت في مثل هذا اليوم، ولنا عودة من بعد الفاصل. حدث في مثل هذا اليوم 6 يناير كانون الثاني. في مثل هذا اليوم من عام 1681 أقيم أول نزال مسجل تاريخياً للملاكمة في بريطانيا. وفي مثله من عام 1784 وقعت اتفاقية القسطنطينية التي أنهت الحرب بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية. وفي مثله من عام 1838 نجح المخترع الأمريكي سامويل موريس بتجربة التلغراف الكهربائي لأول مرة. مرحبا فيكم جديد مشاهدينا ومستمعينا، ما زلنا معاكم في برنامج صباح رباح. أما الآن وصلنا معاكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي، والسؤال كان كيف تشجع والديك على ممارسة الرياضة؟ خلينا نشوف معاكم الهاشتاج. العلاج الطبيعي ليس فقط تدخل وقتي ولحظي لعلاج الإصابات والعلل والأمراض أو تأهيل ما بعد العمليات وغيرها من الحالات المرضية، ولكن هو أساس في تحسين أسلوب الحياة ورفع مستوى الصحة لأفراد المجتمع خلال فترة حياتهم من الولادة وحتى مراحل التقدم بالعمر. أيضا الهاشتاج العلاج الطبيعي مهم في حياة كبار السن لأنه يساعد على علاج أمراض كثيرة مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام وغيرها، كذلك يساعد على تنشيط الدورة الدموية، تحسين المدى الحركي للمفاصل، المرونة والقوة العضلية. وأيضا عند التقاء المريض مع أخصائي العلاج الطبيعي فهو لقاء بين خبيرين، المريض خبير بحالته والأخصائي خبير بتأهيل الحركة، ولتحسين النتائج العلاجية نحتاج تكامل وانسجام بين الخبرتين. هذه كانت معنا الهاشتاج اليوم مشاهدينا ومستمعينا. نفس ما قلنا لكم شوي كان السؤال شلون تشجعون والديكم على ممارسة الرياضة، للأسف ما جاتنا مشاركات. خلينا نشوف معاكم هذا التقرير ولنعوده. من المؤكد أنك تريد أن يعيش الأشخاص الذين تحبهم حياة طويلة وصحية، لذلك ترغب في حمل كبار السن على ممارسة الرياضة. وقد يكون هذا الأمر صعباً، لذا من المهم اتباع بعض الخطوات التي تشجعهم على النشاط البدني. وأول هذه الخطوات هو قيام العائلة جميعها بممارسة الرياضة ليكون جميع الأفراد قدوة لكبير السن.
وسوف يشعر كبير السن بالميل بشكل تدريجي لممارسة الأنشطة الرياضية. من الضروري أيضاً التحدث معهم عن أهمية الرياضة لما لها من دور في تحسين وظائف الجسم الحيوية. يمكنك تحفيزهم على الحركة دائماً بشكل غير مباشر كدعوتهم للخروج والمشي بدلاً عن ركوب السيارة. كما يمكن أيضاً اعتماد آلات رياضية منزلية سهلة الاستعمال خاصة بكبار السن. شفنا معكم هذا التقرير. طبعا الرياضة مهمة لنا كلنا بغض النظر عن الفئات العمرية، وأكيد لها تأثير نفسي علينا. عشان تكلم أكثر عن موضوع الرياضة معنا عبر الهاتف مها عبد الجبار، أمين السر المساعد في لجنة رياضة في المرأة. صباح الله بالخير، يا هلا مرحبا فيك. صباح النور، يا هلا مرحبا فيكم وفي برامجكم الحلوة. يا هلا. كان معنا السؤال اليوم اللي عرضناه من أمس على السوشيال ميديا، شلون تشجع والدينك على الرياضة؟ تخيلي إن ما جاتنا مشاركات، فيعني نحن لهالدرجة إحنا مش عارفين شلون نشجع أمنا أو أبونا على ممارسة الرياضة. فأنت أول شيء كلمينا عن أهمية ممارسة الرياضة لنا عشان نقدر نشجع غيرنا. ممارسة الرياضة هي بشكل عام هي مهمة بالنسبة للجسم وتقوية الجسم والعضلات، ويقي الجسم من هشاشة العظام والسيطرة على الضغط الدم المرتفع، ورفع المناعة بعد يقي الجسم من ويرفع مناعة الجسم ويساعد على مرضى السكر. الرياضة في مهمة بالنسبة لنا، وخاصة إن حين هالأيام اللي إحنا نمر فيها من كوفيد وكورونا والتوتر اللي إحنا نعيشه، فالرياضة المشي والرياضة بشكل عام وايد مهمة، وخاصة في الهواء الطلق. نعم، أكيد نعرف شلون الواحد إذا كثر ما يتحرك أو حتى يمارس رياضة شلون ينعكس هالشيء على نفسيته. الحين طيب الجو بارد، يعني قبل نقولنا الجو شوي تعدل فإنه حلو إن الواحد يطلع برا ويمشي في الهواء الطلق، لكن الحين مع الهواء يمكن مو بس إحنا يعني بالذات الكبار في السن ما يفضلون إن هم يتمشون في مكان مفتوح لأن الجو بارد. شنو توصياتك مها؟ شكل ما قلت لك أنا يعني الرياضة مهمة حتى لو في الجو البارد، بالعكس برودة الجو وداخل الملاحق داخل المخيمات فكرة جيدة، بالعكس يساعد على الحفاظ على اللياقة البدنية، وأن ممارسة الرياضة في الجو القارس يساعد على تقوية المناعة وحرق الدهون بنسبة كبيرة من مقارنة بالجو المعتدل. فاللي يعني حاب يلبس يعني يلعب رياضة يلبس شيء جيد، وبالعكس يمارس سواء داخل البيت أو خارج البيت خارج المنزل. يعني بالعكس ممارسة الرياضة في الجو البارد وايد أحسن من الجو المعتدل. نعم، يمكن مها أحيان بقول شغلة يمكن ما لها وايد علاقة في موضوع الرياضة، هي لها علاقة في موضوع البرد. أتوقع أن مرات تكون مشكلة إذا إحنا كنا قاعدين في البيت ومسكرين كل البيبان والدرايش، فيصير عندنا الجو وايد دافي فبرا يكون وايد برد. فأنت مع أن المفروض شوي يكون البيت فيه تهوئة على أساس أنه يكون فيه اعتدال في الجو، على أساس أن أنت إذا قدرت أو بغيت تمشي برا ما يتغير عليك الجو وتمرض؟ المفروض شيء جيد أن المفروض يكون على الأقل شيء يعني يكون الجو تقريبا متقارب، يعني ما يتغير عليك. أي ما يتغير عليه، على أساس أنه ما يكون بارد وايد، على أساس أنه خاصة أن كبار السن ما يحبون هالبرود وهالأشياء، يتغطون يقعدون، بس لازم يكون تيار هوائي يكون موجود في البيت. نعم، طيب كلمينا عن الأماكن، يعني ما شاء الله دولة قطر من الدول اللي تشجع على الرياضة، يعني شفنا أماكن يعني عندنا يوم رياضي، فكلمينا عن الأماكن اللي ممكن الواحد يمارس فيها الرياضة بغض النظر عن الجو، لأن ما شاء الله الحين توهم حتى فاتحين حديقة الغرافة أتوقع، فكلمينا عن الأماكن اللي الواحد ممكن يزورها يمارس فيها الرياضة. حلو، شكل ما قلنا ان احنا الرياضه تساوي الصحه او الكسل يساوي المرض. صحيح.
فرياضة المشي ظاهرة صحية في المجتمع القطري الحين حاليا، وفوائدها كثيرة، وسهولة فوائدها في تحمي القلب وتساعد على تخفيف الوزن، وأصبحت عادة يومية الحين لمعظم الناس في قطر بشكل عام، وخصوصا بعد انتشار الفيروس كورونا. ومن هاي الأماكن، من أجمل الأماكن هي حديقة سبير والكورنيش، عندنا حديقة المتحف، اللؤلؤة، قرية كتارة الثقافية، شكل ما قلتي بعد الغرافة، حديقة الغرافة ما شاء الله حيش كبرى ومكيفة، يعني في الصيف تقدر تمشي وفي الشتاء تقدر تمشي. الوسيل، حديقة البدع ما شاء الله، يعني الدولة الحمد لله ما مقصرين في الأشياء هذه، فالواحد على قد ما يقدر يروح يمارس حياته اليومية بالمشي، مني تسلية ومني يمشي ويقوي جسمه، ويحاول على قد ما يقدر أنه هو يمارس أو اللياقة البدنية تكون عنده قوية. نعم، جميل، يعني الواحد يعني فعليا قاعد تمشي وقاعد تمتع عينك، يعني حتى قمنا نشوف في المولات في الأماكن المسكرة تشوفين الشباب بثيابهم ولابسين عسكم الله جواتي ويمشون، فيعني ما حد له عذر انه مش قاعد يمشي، وفي النهاية هي يعني حق صحتك. طيب، كان عندنا ايضا موضوع العلاج الطبيعي، ايش قد مهم انه اذا انت يعني خلينا نقول كبير في العمر او عندك مشاكل تراجع الخبيرين في هالمجال، سواء خبير في العلاج الطبيعي، خبير في الرياضة، سواء مدرب رياضي، عشان تعرف شو الأشياء اللي أنت تسويها أو تقدر تسويها تساعدك تعيش نمط حياة صحي أو وحياة أفضل. الرياضة قصدك يعني كبار السن إنه يمارسون رياضة؟ أي إنه مثلاً يعني إنه على أساس إنه لا يتعب عمره إذا كانت عنده مشاكل صحية، إنه المفروض إنه يراجع خبير رياضي على أساس يقول له شو الأشياء الصح المفروض يسويها. إيش قد مهم إن إحنا نرجع حق هالأخصائيين. صحيح صحيح، الحين وايد ناس، والدولة بعد ما مقصرة إن هي توفر خبراء مدربين إن يجون ليوصلون للبيت لكبار السن، إنهم يعطونهم العلاج الطبيعي، يعطونهم، يقيسون لهم الضغط، يقيسون لهم الـ يعني الضغط، السكر، كل شيء بشكل عام، ويعطونهم علاج طبيعي إذا يحتاجوا علاج طبيعي. وإحنا نقول ممارسة الرياضة بعد في المنزل اللي هم حق كبار السن هذول تعتبر مهمة وينصح فيه الأطباء حول العالم، وتحتوي على آثار إيجابية صحية ونفسية. فتنشيط هذه الدورة الدموية والتخلص من الوزن الزائد، فممكن يكون في الحوش، إذا عندهم حوش يمشي في الحوش، يمشي أو يكون في سريرة، أو يكون كبير السن يكون في سريري، فيكون يعني التمرينات بسيطة وتكون في نفس مكانه، فهذه يخلصه من التوتر والقلق اللي هو عايش فيه. فعلا، كلمة أخيرة ودك توجهينها عشان فعليا نكون هذا المجتمع اللي مهتم بصحته، لأن هي يعني يمكن نشوفها حتى عند الأطفال، إنه مثلاً شغالته عنده بدل هو يقوم يأخذ الشيء يقول حق الشغالة مثلاً جيبي لي. إيش قد مهم تكون هذه الثقافة عندنا الصغار إحنا الكبار؟ الحمد لله، يعني ممارسة الرياضة جزء مهم جداً في نظام حياتنا اليومية، فلازم الإنسان يعتمد على الحركة، يعتمد على 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 الأعضاء اللي ربنا ما أعطياها، وأن الرياضة في الحياة اليومية تلعب دور كبير في الحفاظ على صحة الجسم والوزن. وأيضا إحنا هني في فرق بين ممارسة الرياضة في التمارين الرياضية المنتظمة، وبين ممارسة الرياضة بشكل عام في الأنشطة المعتادة. فإن ممارسة الروتين اليومي يعمل على حرق السعرات الحرارية، ولكن ممارسة التمارين الرياضية المحددة اللي هي الرياضة المنتظمة يكون لها هدف معين، هو تحسين اللياقة البدنية ومرونة الجسم والقوة والتوازن والرشاقة. فتعتمد هذه التمارين على الشدة والوقت، ووفقا لعدة نصائح رياضية يتبعها الإنسان. الأشخاص لازم يتبعون النصائح حتى يكون نواتجها جيدة على الجسم، وننصح إحنا بعد الأطفال
وصغار السن انهم لازم يمارسون الرياضة. واي حد يبغي اي شيء لازم بنفسه هو ما يعتمد على اي شخص ثاني سواء الوالدين او الشقالة شكل مالتي او الخادمة. صح يعني لازم نخلي الرياضة يعني حتى انسوا موضوع الرياضة يعني لازم انت تصير شخص تتحرك وايد عشان نفسك وعشان صحتك. شكرا استاذة مها عبد الجبار امين السر المساعد في لجنة رياضة المرأة على هذه النصايح. ومشاهدينا بشذنكم وصلنا معاكم نهاية حلقتنا اليوم. شكرا على طيب المتابعة وتفاعلكم معنا. سؤالنا لليوم للأسبوع الجاي يوم الأحد، ما هي الحكمة التي تؤمن بها في حياتك؟ ننتظر ردودكم ونشوفكم إن شاء الله يوم الأحد وفي أمان الله.